السلام عليكم. مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني اليوم من الرباط اللايف. الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. فنستمر معكم البث بدون تقطيع. يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة لمواجهة سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام. وعن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بتخطي عقبة سانتي جورج الإثيوبي ذهابا بثلاثية دون رد وإيابا برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصارا بثلاثية دون رد على مديام الغاني في أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام. وواجه يانج أفريكانز التنزاني في ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في القاهرة، ثم واجهه شباب بلوزداد في الجزائر وتعادل سلبيا، ثم واجه مديام الغاني وفاز عليه بهدف دون رد، ثم فاز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد ليحتل صدارة المجموعة. ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي وتحقيق اللقب الثاني عشر في النسخة الحالية، وتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقب، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي المصري، ومشاهدة ممتعة لحضراتكم. ضغط اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.